احتفلت حديقة الحيوان ببرلين بولادة أول توأمي باندا، ونشرت فيديو للأنثى الأم مينغ مينغ وهي عم تحتضن ولادها الصغار من بعد هالولادة النادرة. وأشارت الحديقة إلى أن الولادة تمت بشكل طبيعي، ووضعت الباندا صغيرة الثاني بعد ساعة من ولادة صغيرة الأول. ورح ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية يلي تمكن فيها دب صغير من التسلل عبر نافذة لأحد فنادق ولاية مونتانا الأمريكية ليأخذ استراحة بحمام النساء، واستدعى حراس الفندق عناصر الشرطة يلي حقنوه بمادة منومة، وبعدين أخذوه للغابة وأطلقوا هنيك سراحه. ختام أخبارنا رح يكون من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية مع اقتراب الإعصار دوريان، بحيث تحولت سيارة حمراء لأحد المعالم السياحية المحلية إذ عثر عليها عالقة بالرمل وسط الأمواج قرب أحد شواطئ الولاية، واجتمع الكثير من المواطنين المحليين حولها لالتقاط صور السيلفي معها. ويذكر أن الإعصار دوريان ضرب ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية الأمريكيتين، بحيث غمر بلدات ساحلية واقتلع أشجار بعد يومين من تسببه بدمار كبير بأجزاء من جزر البهاماس.